كثير 3 بلايرز هيبقى اليوم الجيم ده. نعم. طيب هلا في نقطة كثير مهمة حابب اتكلم عنها، حتى انا متأكد انه الجمهور يمكن يقدر الشيء هذا، بغياب الاجنايت اللي موجود على ديسين، موجود في المنطقة ذيك، كنت شايف بينج في الميني ماب غادي يعني. او مرة اخرى اهلا وسهلا، ويبدو انه الفن باش ليسين والسكواد نتاعو باش يسيبوه بالسهولة هذه. مازالت مناوشات متواصلة، ولكن يويشي لهنا بالدامج سليبي بابل، ويظهر لي نوعا ما باش تكون هذه النهاية كده. التنين الماونتن دريك هروح في صالحهم. أيه. واظن كده حبة برايورتي بوت قوية عشان افيليوس شوف يا مارو على ذكر البوت. نايس من عند تريستانا، جميلة جدا العملية الحقيقة، توقعنا اكثر اكشن ولكن اوكي شك. وطبعا فريق كوسمو جارديانز اول لما شافوها اوت اوف بوزيشن ليسن استغل الفرصه على طول، وبالتالي كل مره اخرى تروح لصالح فريق كوسمو جارديانز كده يزيد الافضليه بتاعتهم. ازير يتقدم ازير بالالتيميت نتاعو، يبدو انه هذا باش يكون انتقام 4 فيرسس 2 لهنا لصالح فريق التير 3 بلايرز. الضحيه الاولى هي افيليوس، وثريش ما عنده حتى حل غير انه يظهر لي مهمه التصرف مع مردي كايزر باش توقع على اكتاف ازير وايكو اذا كان باش يتواصل الوضع على الحساب هذايا. اللين سواب يجي تو، وعندنا 3 ممبرز موجودين من عند الكوسميك جاردينز في الميد توريت. لما حاله ما تصورش باش تكون هذه تو هي نهايه التير 1 لنا، باش يتاجل الموضوع هذايا شويه. روتيشن جايه زاده من عند كل من لولو، هارد تو سليب جايين مع بعضهم للميد لين. يظهر لي باش نشوفوا شويه جو لهنا، تبدا العمليه بالانسيك نتاع ليسين، ولكن نايس التيميت لهنا من عند سيت. او يتقدم، ويظهر لي باش نشوفوا تويكا الشيلد والدامج، ولكن هل انه كافي؟ لا، على خاطر ليسين هو اللي ياخذ الكيل على سيت لهنا. بدات صار غادي، ولكن ازير نايس التيميت. وهل انه باش نشوفوا كيلز بعد الشيء هذايا ازير؟ لا للاسف، بعد ما عمل لنا الشو المزيان هذايا هو اللي باش يكون الضحيه لهنا، ونتصور كيف كيف بالنسبه للتورت هذه. لا يبدو انه كوسميك اوكي نايس. فريق سات كان خلاص ميت، ما عندكش فرونت لاين. مشكله ازير ان انت لو عملت الامبرز ديفايد وما جبتش الفريق كله ليسن اوكي ركزوا عليه بزياده، هيسيبوا تريستانا تقعد في هيت براحتها في التيم فايت، ودي طبعا مصيبه تانية خالص عشان تريستانا معاها. فهي دي بقى نقطة السكيلينج اللي بنتكلم عنها. وهو كذلك يا مور، ولكن في الغضون هذه فما حلبة المصارعة اتفتحت موجود فيها لحد الان سيت وموردكاي اللي معاه على حسب السلاح اللي معاه. لو معاه الاسلحة الصح، اقوى سلاحين للتيم فايتنج، ممكن يمسح الفريق لوحده، ممكن بالتيميت واحد يمسح الفريق. لكن او ثراش او على ذكر المسح يا مور، ويظهر لي لهنا وين مشى؟ وين مشى السيد هذاك؟ على ذكر الاكشن مازال عندنا على الجيم هذه، وين بخلاف مورد كايزر عندنا تهديد اخر اللي هو ليسين، لاعب بالمستوى الكبير نتاعو، نتصور ماهيش باش تكون اول ستيل يعملها اذا كان باش يعملها يعني. اوكي، قرار حكيم الحقيقه من عند تير 3 بلايرز، قرروا انهم ما يجازفوش، ولكن يظهر لي تويكا باش يموت ازير، ولكن الشو ستوبر موجود لنا من عند سيت اللي قاعد يربح في الوقت للزملاء نتاعو، ولكن لحد الان الدامج مازال ما ثماش. هاو جي طوى الدامج عن طريق افيليوس كده، دي الفرصه لتير 3 زي ما يقول كده ناو اور نيفر. صحيح، هل انا باش يسمع كلامك يا مور ولا لا؟ او باش نعرفوا توا على قريب، على خاطر الكيو موجوده من عند ليسين. الفيس بريكر ماهوش باش يكون كافي لهنا، ليسين يظهر لي باش يلقى الكيل. اي نعم، يلقاها على السيت. ايكو موجود تويكا في قلب المعمعة، ولكن يضطر يستعمل الالتيميت نتاعو. في الجهه الاخرى عندنا زوز متبارزين في الحلبه نتاع مورديكايزن. سليبي بابل يظهر لي باش تنهي حياه ايكو، وباش تنهي كيف كيف حياه ازير، وتنين مجاني العمل اللي لازم نقوموا به على الاقل بالنسبه للوقت الحالي. يا هو صراحة كوزميك جارديانز أول لما يقولوا يلا يا جماعة هنعمل جروب كخمسة نعمل سيج بوت لين أو سيج توب لين، ممكن يقلوا جيم هنا، ولكن هم عندهم عقارين الدمج. واو اللاعب دوت أو الفريق ككل عمل غلطات قليلة جدا. يويشي البوزيشن بتاعه أكثر من رائع في كل الفايتس لحد دلوقتي، والبيكس بتاعته بالبابل والكيو عاملة شغل. ومورد كايزر الوحش ليفل 18 هو الوحيد اللي يتمتع بالليفل 18 في الجيم هذه، وصعيب جدا على سيت يظهر لي وانه يقعد مده طويله مع السيد هذايا.
سيت يظهر لي وانه بشلت حق فريقه، لا يقرر وانه يحاول يوقف الوحش هذايا مورديكايزر اللي يبدو انه الحقيقة مش عارف شنو باش ينجم يوقف السيد هذايا. اما جميل جدا كيفاش هو الوحيد في البوتلين، نايس من عند افيليوس الدبليو او الالتيميت من عند ازير. يلا هذه فرصتنا باش نرجعوا، ما نعرفش افيليوس يموت لهنا، تي بي موجود من مورديكايزر، الالتيميت تفتح لهنا عندنا الستوب واتش على ثريش، ماهيش باش تنقذه باش يموت وباش يلتحق به ازير لهنا. يلا يا شباب نايس فلاش كيو لنا من عند مورديكايزر كايزر، يوشي يعمل في دامج مهول، الدبل كيل لهنا على تريستانا، وما يقعد لهنا كان ناز وكان توكسيك هيل باش يديفانديو ضد الغضب وضد العقاب الشديد من عند كوسميك جاردينز. يطيح الانهيب نتاع التوب لين، الانهيب نتاع الميد لين، ويظهر لي البوت لين باش يطيح، يمكن حتى ما يستحقولوش. ممكن يحاول الاندو جيم هنا، هو فعلا حلو الاندو جيم. سات وايكو مش مانا خلي بالك، وسات مش بيعمل اي دامج حاليا، بيعمل على سات كمان ملا دامج يعمل فيه مورديكايزر. السيد هذا صحيح معناها تقريبا نحس انه تير 3 بلايرز يلعبوا ضد فريقين، يلعبوا ضد فريق كوسميك جاردينز وضد مورديكايزر. جيم جميله يا مور الحقيقه، انا استمتعت بها. ثانيه صراحة عايز أقول حاجة زيادة عن تيم أنوبس، عايز إن هم يعني معهم سترونج ميد لين، مع وينينج ميد لين، معهم سترونج بوت لين، معهم سترونج جانجلر، أنا حاسس إن البوت سايد يعني شوف إليس في المنياب، شوف إليس في المنياب بتعمل إيه في زاك، مش سايبه ياخد الدوباف، مش سايبه ياخد الدوباف، وإليس أقوى ليفل 3 من زاك، وزاك ما فيش أي حد يساعده. أوه الفلاش لهني والباسيف بروكت من عند زاك، ولكن موجود في الحماية براوم لهني لأنه باش يكون وصل في الوقت المناسب ولا لا. لا فيرست بلاد لنا إليز موجود، فيفر زاد في الدعم لهني، ولكن يضطر لا مش باش يستعمل حتى الفلاش متاعه. روتيشن جميلة جدا عند أنوبس وجميل المات، يمكن الأمور اللي كانت صايرة في الجنجل يامور ومنعتنا من أنه نحكيه شوية على اللينز الأخرين لما حال عن الليفل 1 براوم لهنا يسقط يعني على ايادي جيم تشامبيون. يعني بصراحة بش يكون كارثي جدا الأورلي جيم لهنا على البوت لين متاع فريق زي اند، وشوف معناها حتى الاجريسيف بليسمنت لهنا متاع الفيروس وكارما موجود حتى، ويظهر باش نشوفوا جانك لهنا ليفل 2 فين وحدها تحت البرج متاعها الكوكون، مجال الفلاش موجود لما حالة الرابيل لهنا من عند إليز، ولكن لا فيفر يمشي كبش فداء للمحاولة اللي خلينا نقوله كانت فاشلة لهنا من عندهم. لما حالة ثم الجواب لنا في التوب لين، وانه في أقل من 10 دقائق التير 1 متاع البوت لين راح، وبرشا جول الحقيقة موجود عند البوت لين طويكة متاع الأنوبس. لما حالة السلينك شوت موجودة من عند زاك لهني، وبالرغم اللي كانت العملية بدت من عندهم هما إلا أنهم كانوا في موقف صعيب كيف في الميدلين هني البول. كيل مش سهلة، وفلاديمير كمان يعني لا والبيد الصراحة جدا اللي مكان شوف لهنا ثم عملية زادة في التوب لين باش تصير ريتد موجود لنا الكوكون ما تصيبش، ولكن فولي بير موجود ويتنكي في البرج و اوكي توقعت وشايف هذه الفكرة وصان الشوك ويف من عند سان غادي، ولكن انا كنت باش نتسائل شبيه فولي بير ما ساعدوش لانه هو بيدو قاعد عنده شوية مشاكل في الجنجل لهنا 1v2 لا 1v4 وما ينجم يعمل غير انه يموت ويعطي الشات داون جولد متاعو اليوريك اللي هو في حاجة كبيرة برشا الحقيقة للجولد هذاك. لما حالة شفت فلاش غاديك مفهمتش برشا، اما موجود سلينك شوت لنا من عند زاك وستان على سان اللي يلقى روحه مرة اخرى في موقف صعيب. اوه نايس اي لنا من عند فين، ولكن بالرغم من هذا الكل اليز هي اللي تاخذ الكيل فلاش تو سيفتي. فيفر يمكن بش يكون هو كبش الفداء بالنسبة للفايت هذا اللي مازال على قيد الحياة. تأثرت والبلاي جدا ما نجم كان احترم الشيء هذا، ولكن يظهر لي زاك لنا ما احترمش الدامج اللي نجم يجي من عند إليز، وشكون باش ياخذ الكيل زعما؟ هي واحد فورم مقابل 30 لفين، يعني فين متأخرة ومتأخرة جامد. الرقم مؤلم، لكن مرة أخرى ريتد لهنا فيل الكوكون متاعه، ولكن يظهر لي بالرغم من هذا الدايف تنجح ومزالت أصلا دقيقة كاملة على البليتس.
اتنين تورتس بكل البليتس بتاعتهم، والوقت الميد لين تورت هيروحوا كمان بكل البليتس اللي عليه. دي كميه جولد مرعبه لصالح فريق انوبيس. سليك شوت كانت جايه من عند زاك غاديكا، يبدو انه ما توقعش الفلانك اللي كان جاي من عند اليس. يستعمل البلانت لهنا يوريك باش يمنع بحياته. شوف باش يظهر لي باش نبداو ندخلوا في فتره الارام تو، الناس الكل موجوده في الميد لين. ونايس التيميت لنا من عند فيروس، هل انه فم الفولو اب والا لا؟ لا بيرسينج ارو. اوه لا لا، انت بين بلاير، انت محتاج كل الاكس بي، كل الفارم اللي ممكن تاخده. هيا هيا الكوكون، وهذا هي ظهر لي باش تكون نهايه فلاديمير لهني. كيلينج سبري من عند فيروس، الكيل رقم 3 ليه، يرفع الرصيد. ولا بشويه خنشوفوا لهنا سان بالشوك ويف نتاعو، نايس فلاش من عند فين، ولكن هل انه باش يكون الشيء هذا كافي والا لا؟ نجمو نهزو كيل، لا ثم الباسيف من عند زاك بروكت. وفي التوب لين شفنا الحقيقه قضايا، معناها باش تمر غاديك على حساب فوليبير فين، يبدو انه هوبلس الحقيقه. ولكن تصور حتى اذا كان ياخذ البامتيز هذاكم الكل، ما موش باش يقربهم حتى طرف بالانوبيس. خلينا نشوفوا لنا الكاكون من عند اليز، ما تلقاش التارجت نتاعها، ولكن مش مشكل على خاطر الانهيبيتور نتاع الميد لين اصلا مدمر، ويبدو انه هذا دور البوت انهيبيتور. خلينا نشوفوا زي اند كيفاش باش يكون الرد نتاعهم، هل انهم يقروا يدافعوا عليه ولا يسمعوا صوت الحكمه وينسوا. اوكي يريك يعني سي سي تشين جميل جدا، غادي مقعد ينجم كان يشوف الانيميز وهما يرحيو الاتش بي بار نتاعو. ككون جميله على زاك من غادي، والرابيل تجي لهنا وقت اللي زاك يدخل بسلينج شوت نتاعو الالتيميت. نايس التيميت زاده من عند فلاديمير، الشوك ويف ما تنبراهم لهنا، ولكن يظهر لي مش مشكل على خاطر فولي بير قاعد يقرا وقاعد يعاقب في الباك لاين. الالتيميت نتاعو دازنت جو ثرو، ولكن مش مشكل على خاطر يظهر لي برونز تشيس باش يصير لهنا، ولكن تشيس فور فان، خاطر نوعا ما الفريق نتاعو قاعدين يمهيو في الجيم من غادي. رقصه الدببه هذه والسكاي سبليتر يعطيها الشيء اللي يحتاج له. نتصور باش يموت فين. اوكي ربح وقت زملائهم، ربح ماجد. ديسريسبكت بالفلاش، مش عارف هو ماجد بيعمل ايه. هو ديسريسبكت جامد الصراحه، بس هو يعني هو يستاهل ان هو يعني من حقه ديسريسبكت. قتل يوريك مرتين سولو في الليل، وهو السبب ان الناس كسبوا الفايت اللي فات دوت، ان هو داخل متاخر رام. برام في موقف خطير برشا، ولكن لا كنت باش نقول يبقى على قيد حياة، ماهوش باش يبقى على قيد حياة، مش بيدو انه يختار، لانه اوريانا كانت هي اللي خذت الكيل عليه لهنا. زي اند في حال ما يقوس منه الحقيقة، يحاولوا وانهم ياخذوا الكيل هذا على فيفر اي، يمشي اليوريك، ولكن الانتقام يجي مباشرة من عند فاروس. زاك يهرب بحياته، فلاديمير يحاول يعمل اللي عليه، ولكن اكثر من هكا الحقيقة ما عنده ما يعمل، ما ينجم كان يموت على ايادي سان. و جيم الحقيقة كانت سريعة جدا، وزاك اوكي ينتفخ يعني. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يعمله في الجيم هذه يظهر لي. الراجل مالوش ذنب، الراجل يعني اتبهدل في الجيم بتاعته الحقيقه، ولكن جي جي والبيد لفريق انوبيس، فوز اظن مستحق 100%. يعني سانسيت اون فاير، يعني تيم لما تشوف الشامبس انت حابب انه هو يفوز، يعني انت عايزه يفوز، عايز سايلس سنو بول، بدك مثلا ووكونج يكون تانك داخل في النص بينهم، بدك زنزاو لما يكون مع الباسيف خلاص الخمسه ستاكس موجوده، ساعتها هيكسب اي تريد. هو دلوقتي بيستاك الباسيف على المينيونز، وبعد كده شوف بيستخدمه باوتو اتاك على ووكونج، فطبعا بيكسب التريدز القصيره ديت. ولكن ووكونج جاهز بالكيو بتاعته هو كمان. نقطه هنا ان فوليبير بادئ بدورنز رينج، فيعني الادابتف فورس اللي معاه حاليا كلها اي بي، فيعني شيلد اكبر وسنو اكتر لهنا، يدفع ثمن الفلاش نتاعه. لا ووكونج
يختار وانه يتريث على خاطر عنده المعلومه فيدلستيكس موجود غاديك، هل انه باش ياخذ الفيرست بلاد يظهر لي اي الاربع ركز جامد جدا على الكل. ولكن زي ما حكى الجنجلز دلوقتي هيقابلوا بعض في الريفر. اوه باش تاكل بعض يا مور، ويظهر لي لهنا الدبل باف نتاع فيدلستيكس باش يمشي الزينزاو، ما نعرفش يمكن سايلس هو اللي ياخذه. خلينا نشوفوا لمصلحتكم باش تمشي الكيل هذه. اوكي حسيت الزينزاو حب يعطي الكيل سايلس، ولكن اوكي كيل سكيور ينتقم لزميله لهنا. يا او حاول يدي الكل لسايلس، ولكن سايلس كان اوت اوف رينج، وبالتالي هو اللي ياخذ كل، ولكن ما يمنعش ان هي كل على فيدلستيكس توب لين مره اخرى. توجع لنا الدامج اللي يعمل فيها فولي بير، ولكن زينزاو في المكان المناسب في الوقت المناسب موجود لمحاله يا مورو اللي هو انفيرنال دريك، والزينزاو باش يكون هو السباق. ولكن خلينا نشوفوا فيدلستيكس كان في البيس نتاعو، هل انه عنده الوقت باش يخلط للدريك ولا لا؟ يمكن افيليوس يربح له شويه وقت لهنا اذا كان المخرج معناها يحطنا في قلب الاكشن. خلينا نشوفه نايس تان عن طريق، ولكن يظهر لي مش باش يعمل حتى تاثير لنا. كسادن بالليفل 6 نتاعو يجي بالكشي ياخذ شويه كيز ويخلي الزنزاو فريقه يدفع الثمن، لا على خاطر الكيل لنا مشيت الحبي ياخذ الكيل الاولى، ومزينزاو موجود لهنا بالالتيميت نتاعو. يلا دبل كيل على سايلس لهنا، ممكن ياسر التريبل كيل، لا الكيل هذيك مشيت الديمن في التوب فايت في التيم، ولا في التوب في التوب لين سامحوني، عندنا فايت ما عادش نعرف شو نحكي على خاطر ثم برشا اكش دخل في فايت ما يخرجش بالنتيجه اللي حب عليها. بالرغم من هدايا سايلس تو يظهر لي باش نشوف نايس فير لهنا من عند فيلستيكس، لا مش كافي باش يبقي على قيد الحياه. الالتيميت لنا نتاع سايلس جي بلاك جينزو اللي حاول يسكيبي نايس وان الحقيقه من عنده، يلقى روحه في 1 في 1 ولا 1 في 2 لهنا بعد ما التحق زينزاو بالماجيكال جورني. كان تنتهي الامور بكيل واحد لمصلحة فريق سانسيت اون فاير، يمكن يوليو اثنين لهني خاصة بعد الفايت اللي قاعد يصير، وكونغ لا يخشى هذا الدب يعني، وقاعدين يفايتيو في فايت جميل جدا الحقيقة، رجل لرجل ندا لند. وممكن لهني بالالتيميت بالسايكلون نتاع فولي لا سامحوني نتاع وكونغ، نايس ويل بلايد من عند فولي بير يقلب الموازين. جامد جدا ليفل 6 فيدل مقابل ليفل 8 زنجاو. شوف بارت مش سايب فيدل حتى ياخد سكوتل مسكين. على ذكر فيدل ستيكس يعني احنا ما تحدثناش عليه لمدة ما يتظهر لي صارت هنا من عند بارت، ما شفناش كيفاش بدت العملية، ولكن شفنا وانها انتهت بالتراضي من عند الطرفين. زينزاو لهني هذا الوحش اللي كنا نحكيو عليه ياخذ الكيل على تاريك. خلينا نشوفوا الالتيميت لنا متاع وكونغ، هل انها باش تجيب له النتيجه اللي يبحث عليه؟ الفلاش والكيو جميله جدا من عند عباد اسامه، دامج حلوين على طارق، ولكن طارق لسه معاه الالتيميت بتاعه، لسه معاه الهيلينج، ولسه معاه جارديان، فممكن جدا يفاجئ ازريل وبارد هنا بحبه هيلينج بحبه التس، لكن الدايف في التوب لين. يا مور نشم في مشاكل باش تصير لنا في البوت لين. نايس التيميت لنا من عند تاريك، ولكن مانيش حاسه اللي هي باش تنقذ، هو على الاقل يبقى ازريل على قيد الحياه. وعمك فولي بير يتوحش ويتغول لنا، وبالرغم من هذا كل ياخذ الالت ياخذ الكيل سامحوني على ازريل، مازالت العمليه متواصله. سايلس نايس هيل عنده بالدبليو نتاعو لهنا، ولكن هما الزوز تو ضد فولي بير، هل انهم باش ينجموا ياخذوا عليه الكيل ولا لازم زاو يلتحق بالزملاء نتاعو لهنا؟ وضعيه نتاع 3 في 1 ونتاع سايلس فجاه بدبليو واحده تلقى السيد رجع تقريبا 30% من الاتش بي نتاعو. على ذكر الاتش بي ما نجموش نقول وانه التورت هذه باش تقعد على قيد الحياه، ثم فايت كبير قاعد يصير لهنا. زينزاو بالانجيج نتاعو لانه يضطر وانه يتراجع باش يبقى على قيد الحياه ويسيفي الريد باف نتاعو. نايس سربرايز لنا من عند فيدل ستيكس. خلينا نشوفوا الشات داون يجي لنا من عند كاساد ميني ماب. شوف قداش ثم من وورد، ويمكن هذه هي باش تكون اول مره ياخذوا اوبجيكتيف لنا فريق نو فليم نو فان، باش يكون دريك هذا الاول في رصيدهم، ولكن ماهوش باش يكون مجاني يظهر لي على خاطر موجود الناس كل تقريبا لهنا، والكيلز يبداو يتهاتلوا الاول الثاني الثالث، باش يكون كسادن الكيل الرابع اللي يسقط في هذه العمليه، ودفعوا ثمن غالي برشا الحقيقه، ما نعرفش اذا كان ورثت ولا يمر. فولي بير عايش في كابوس دلوقتي لوحده، ولازم يدافع ضد خمسة وديفت هيرلد كمان. اظن الميدي انهبيتر دوت راح 100%. فولي بير ما عندوش الويف كلير،
ويعني ما عندوش الرينج ان هو يحاول يوقف او ينقذ هذا الانهبيتر، بس زنجاو بيدور على الانجيج. صحيح هو اوكي وفت العمليه فيسع يلتحق لهنا لا محاله كل من افيليوس و بون كنت باش نقول فيل ستيك التحق، ولكن يبدو انه حتى هو عاد من حيث ما اتى. الريفت يقضي على البرج الاول متاع النكسوس، الثاني باش يسقط على ايادي العمالقه الجبابره ذوما متاع فريق سانسيت اون فاير الكيل وراكيل 23-4 نهايه في اقل من 20 دقيقه للجيم هذه.